بسم الله الرحمن الرحيم وبالله نستعين. هنبتدي نكمل محاضراتنا في الانكل اند فوت كورس from A to Z. اتكلمنا قبل كده عن الاناتومي اوف ميكانكس اوف ذا رير فوت والميت فوت والفور فوت، واتكلمنا عن النورمال جيت، وهنتكلم النهارده ان شاء الله عن الارشز اوف ذا فوت. معظم المحاضرات اللي موجودة قبل كده هنلاقيها على الموقع بتاعنا على اليوتيوب لاكلوك أورس تيوب. معظم الصور اللي موجودة في المحاضرة دي بإذن الله متاخدة من جوجل إيميج. محاضرتنا أو التوب بتاعنا النهاردة عن Arches of the Foot. Introduction. عندنا two systems of arches، عندنا اللينجوتودنال arch والترانزفيرس arch. اللينجوتودنال ارش بتقسمه الميديال واللاترال، والترانسفيرس بتقسم انتيرور وبوستيرور، وفي ناس ممكن تقسمهم انتيرور اند بوستيرور اند ميدل. ده الشكل اللي احنا متعودين عليه للنورمال ارشز او ذا فوت، عباره عن مثلث بهذا الوضع. الاخضر ده اللي هو الميديال لينجوتودنال ارش، اللاترال لينجوتودنال ارش، والترانسفيرس ارش، وبنتعامل معاهم على اساس ان هم سيبريت ارشز. لكن حقيقه مهمه السيبريت ارشز، هم عبارة عن arches which are fully integrated with one another، بيكونوا زي القبة بالظبط. لما نيجي نبص في الصورة اللي هي الarches كلها متصلة ومتكاملين مع بعض بهذه الصورة. لما ناخد صورة الarches of the foot هنلاقيها بالظبط زي شكل القبة دي بالظبط، أو الجزء ده من القبة. ننقل الحروف دي ننقلها فوق بهذا الوضع. هنا الكالكينيوس، هنا البيز اوف ذا الهيد اوف ذا فيفث ميتاتارسال والهيد اوف ذا فيرست ميتاتارسال. هنوصلهم ببعض هنلاقي ده بيكون لنا الميديال لينجوتودنال ارش، ده اللاترال لونجوتودنال ارش، وهنا الترانزفيرس ارش. نفس الشكل اللي موجود في الفوت بالظبط، تقريبا نسخة متطابقة. لما بنتعامل كارشز على اساس انها وحدات منفصلة، لو اي في ارش منهم اتكسر او حصل له مشكله ممكن بقيه الارشز تبقى سليمه ما يحصلهاش حاجه. لكن لما بتعامل معاهم على عندهم ان هم انتجريتد ارشز اتاتشد ويز ايتش انا نظر، لا، يبقى الانتجريتي بتاعت اي جزء فيهم ممكن يحافظ لي على سلامه بقيه اجزاء الارشز كلها. اناتوميكالي لما نتكلم على الارشز اوف ذا فود عندنا 3 سبورتس، عندنا الكالكينيوس الفيرست اوف هيد الهيد اوف ذا فيرست ميتاتارسال and the head of the fifth metatarsal bone. نوصل بين الكالكينيوس والهيد اوف ذا فيرست ميتاتارسال بيدينا الميديال لونجيتودنال ارش. بين الكالكينيوس والفيفث ميتاتارسال بون بيدينا اللاترال لونجيتودنال ارش. بين الفيرست والفيفث ميتاتارسال بون بيدينا الترانسفيرس ارشز. الانهيرت ستابيليتي اوف ذا ارشز، زي ما احنا شايفين ان شكل الفوت تقريبا شكل الرومان ارش بهذا الوضع، واخد نفس الشكل ده او شكل الارشد بريدج بهذا الوضع. طب ليه الارشد بريدج ده من احسن طرق تصميم البريدجز؟ ده الارشد بريدج زي ما احنا شايفين، لما بنلاقي اي حمل بيتوزع عليه الحمل بيتنقل عن طريق الارش ده، وبيتنقل من الترانسفيرسلي كده اوبليك على الحوامل اللي شايله البريدج بهذا الوضع. لكن لو هو مستقيم بهذا الوضع الحمل بينزل فيرتيكالي لتحت. طب ايه الفرق بين ده وده؟ لو الجزء اللي هو الارش ده اخد حمل زيادة عن اللازم ممكن بيبقى مستقيم بهذا الوضع، وبالتالي يبقى مازال انه بيشيل او بينقل الاحمال بتاعته عن طريق الجوانب بهذا الوضع. لكن لو هو مستقيم بهذا الوضع والحمل نازل على الحيطان بالمنظر ده، لو اخد حمل اكتر من اللازم بقى مقعر بالشكل ده، فنلاقي ان الحمل بتاعه بيجي في الفراغ ويبقى عرضه للانهيار. يبقى انا هنا ما زلت عندي فرصه اني مهما زاد الحمل هيظل اللود ترانسميشن موجود على جوانب الكوبري بهذا الوضع، وده نفس الشكل اللي موجود في الفوت. زي ما احنا شايفين ادي الويت او الحمل بينزل واللود بينقل من يونت للتانيه لحد ما بيجي للهواء حمله او الرافه اللي بترفع الكوبري بهذا الوضع. لما نيجي نشوف سلامه او تركيب بناء الكباري هنلاقي نفس الحاجات اللي مصممه بيها الكباري هنلاقيها موجوده في الفوت، وده بيقول لنا نرجع نقول سبحان الله فعلا. ليه؟ يعني مثلا نبص هنا طريقه تصميم الكوبري ده، هنلاقي بيتكون من حجر اساسي اللي هو في النص ده اللي هو الكيستون.
ده ليه زي بالظبط هنا زي الهيد اوف ذا تيلس، هي الكيستون بتاع الميديال لونجيتودينال ارش. ده مهم جدا الكيستون ده في سلامه الكوبري. ليه؟ لان كل الحجاره دي بتترص عليها، وبعد كده اللود بيتنقل من الكيستون ده لبقيه اليونتس بهذا الوضع. طيب ايه الطريقه الثانيه اللي ممكن بنحافظ بيها على سلامه اجزاء بناء الكوبري بهذا الوضع؟ انها تبقى اتاتشد ايتش اذر بستيبل، زي ما احنا شايفين ان كل يونت من الكوبري ده بتبقى شبكه في اليونت اللي جنبيها، زي بالظبط ما بيحصل في الفود. هنلاقي ان معظم البونز اتاتشد بالانتر اوسيوس ميمبري ليجامنتس، زي ما احنا شايفين دي اليونتس او الستيبلز اللي بتشبكها البون في بعضها، زي ما احنا شايفينها بهذا الوضع. تالت طريقة من اللي بتحافظ لنا على سلامة الكوبري التايب بيم، وده عبارة بيبقى ممكن عرق أو بيبقى ميتال شادد أجزاء الكوبري، بيحافظ على التنشن بتاعتها وبيحافظ على الارتفاع بتاعه. نفس القصة أنا عندي هنا البلانتر فاشيا بتحافظ لي على الارتفاع بتاع الأرشز أوف ذا فود، وبتحافظ لي على سلامة الأرشز. رابع طريقة اللي هي زي الكباري المعلقة، زي ما احنا شايفين ان بيجي من فوق وبيعلق الكوبري بهذا الوضع، زي ما احنا شايفين البرونيس لونجس معلقة الارشز او اللاترال لونجيتودينال الارش بهذا الوضع، رفعها لفوق. ده التايب بيم زي ما احنا شايفين. لما نيجي نشوف في التلاتة ارشز اللي موجودين في الفود، هنلاقي الميديال لونجيتودينال الارش الكيستون بتاعنا عبارة عن الهيد اوف ذا تيلس، في اللاترال لونجيتودينال ارش عباره عن الكوبيد بون، في الترانسفيرس ارش هنلاقي السكند كونيفورم بون او الميدل كونيفورم. نفس القصه هنا نشوفها من منظور تاني، ادي الكيستون اللي هي الحجر الاساسي زي ما شايفين، الانترميديت كونيفورم موجوده في الترانسفيرس ارش، الهيد اوف ذا تيلس موجوده في الميديال لونجيتودينال ارش، والكيبود في اللاترال لونجيتودينال ارش. طيب هل طريقة توزيع أو تركيب أو ترتيب البونز أو الحجارة دي كافية إن هي تحافظ لي على سلامة الفود أو سلامة الكوبري؟ هي المفروض كافية، لكن لوحدها ممكن ما تستحملش أوزان كتيرة أو أحمال كتيرة. يبقى الزوزة structure of the tarsal bone provide a certain inherent stability to the arches. The arches would collapse without additional support. زي ما احنا شايفين الأرش ده كل ال ماسك الكوبري عبارة عن الشيب أو الويدج شيب أوف ذا بون، وكل يونت محملة على اللي جنبها ومحافظة على الأرش ده بقاله آلاف السنين، لكن لو أخدت حمل زيادة أو وزن زيادة ممكن يحصل لها فيلير زي ما احنا شايفين، وده في بعض الأحيان بيحصل في الفوت. طب إيه الأديشنال سبورت اللي بيبقى موجود في الفوت؟ زي مثلا الليجامنت، زي السبرينج ليجامنت، اللونج والشورت بلانتر ليجامنت، الأبونيروزس، المسلز والتندونز، كل دي بتحافظ لي على سلامه او الانتجريتي اوف ذا ارشز اوف ذا فوت وتديني اديشنال سبورت. طيب السبرينج ليجمنت ده يعتبر اهم واحد فيهم، لان ده بيحافظ لي على الكورنر ستون او الكي ستون بون اللي هي الهيد اوف ذا تيلس، لان هي بتحمل عليه، وده يعتبر من واحد من ضمن الستاتيك سبورت اللي موجودين في الفوت. برضو الانتروسس ليجمنت زي السيرفايكال ليجمنت اللي بيحافظ لي على البوستيريور اسبيكت اوف ذا لينجيتودينال ارش. طيب هل الطفل بيتولد والارش دي موجوده؟ لا، الطفل لما بيتولد ما بيبقاش في ارش خالص زي ما احنا شايفين، بيفضل لسن من 11 ل 14 شهر ما زال الارش ممكن تبتدي تتكون، لكن ما زال الفوت فلات بهذا الوضع. عند سن خمس سنين يبتدي الطفل يمشي ببرامتر زيها زي الادلت، لكن برضو الارش لسه ما بقتش فولي ماتيور. عند سن ست او سبع سنين يبتدي الطفل ياخد شكل الارشز، بتبقى شكلها شكل الادلت، لكن في بعض الاطفال ممكن تفضل مختفيه لحد سن من 10 ل 11 سنه من غير اي مشكله. لما نتكلم على كل ارشز لوحديه، اول حاجه الميديا لونجيتودينال الارش، وده بيتكون من تسع بونز، من الكالكينيوس والتيلس والنافيكولار ادي ثلاثة، الثري كونيفورم ادي ستة، والثري فيرست ميتاتارسال بون ادي تسعة، عشان يكون لي الميديال لينجيتودينال ارش. بيتكون من انتيريور بيلر اللي هو الهيد اوف ذا فيرست لحد الثيرد ميتاتارسال بون، البستيريور بيلر اللي هي الميديال تيبلر ميديال تيبلس كالكينيوس، والسامتس اوف ذا ارش اللي هي الارتيكولار سيرفيس of the tibia أو upper articular surface of the tibia. إيه هي الـ variables اللي keeping the medial longitudinal arch؟ أول حاجة
البون. الshape and arrangement of the bone زي ما اتكلمنا كده ال wedge shape of the bone ان هي كل جزء منها عبارة عن واخدة شكل wedge بهذا الوضع. زي ما هتشايفين الميتاتارسل الى حد ما wedge، النافيكولار بهذا الوضع، التيلس، الكالكينيس، كلهم تقريبا wedge shape. تاني حاجة وجود الكيستون زي ما موجودة في الميديا لونجيتودينال ارش اللي هي الهيد اوف ذا تيلس زي ما احنا شايفينها هنا في الارش ده او في ارش بريدج زي ما احنا شايفين. السيستاكلام تلاي بتبقى بتدينا بارشال سبورت للهيد اوف ذا تيلس زي ما احنا شايفين. ايه تاني غير البون؟ الليجامنتس. عندنا اكتر من ليجامنت بيحافظ لي على سلامه الميديال لونجيتودينال ارش زي السبرينج ليجامنت، وده مهم جدا لانه بيحافظ لي على سلامه الكيستون اوف ميديال لونجيتودينال ارش، وده بيديني دايناميك سبورت للهيد اوف ذا تيلس. الانترستس ليجامنت والبلانتر ابونيروزس كل دي بتحافظ لي على المينتيننج الانتجريتي اوف ذا ارشز اوف ذا فوت. المسلز والتندون عندنا الدايناميك لازم نعتبرهم دايناميك سبورت. اول حاجه التبيالس بوستيريور، التبيالس انتيريور، الفليكسور هالشز لونجس، البرونياس لونجس، والانترنسك ماسلز اوف ذا فوت اللي هي الابدكتور هالشز لونجس. زي ما احنا عندنا دايناميك سبورت عندنا الاستاتيك سبورت او الباسيف سبورت اللي اتكلمنا عليهم قبل كده زي البلانتر ابونيروزس او السبرينج ليجامنت او اللونج وشورت بلانتر ليجامنت. طب ازاي الماسلز دي بتقدر تحافظ لي على الانتجريتي بتاعت الارش؟ اول حاجه انها بتشتغل as a sling hanging the arch from the above زي ما احنا شايفين. شايفين الفليكسور هالشز لونجس هنا تعتبر سانده للتيلس بهذا الوضع، لكن اللي بتشتغل كسلينج التندون بتاع التبيالس بوستيريور. وجوده تحت السبرينج ليجامنت واتاتشد للنافيكولار بون بيعمل بيشيل البون او بيرفع البون فبيحافظ على الانتجريتي بتاع الميديال لونجيتودينال ارش، وده بيساعده فيها الفليكسور هالشز لونجس ماسل او تن. برضو التندون بتاع التبيالس انتيريور بيستخدم از سلينج اكتيفيتي برضو بيحافظ لي على الانتجريتي للميديال لونجيتودينال ارش. او acting as a type beam زي ما احنا شايفين الميديال هاف للبلانتر ابونيروزس بتحافظ لي على integrity of medial longitudinal arch زي ما احنا شايفين في الارشد بريدج بهذا الوضع. الابدكتور هالشوس الهربت بالفليكسور هالشوس بريفيوس زي ما احنا شايفين بيشتغل as a type beam to keep the height of the medial longitudinal arch يعني بتحافظ لي على الهايت بتاع الميديال ارش. الفليكسور هالشز لونجس ليها طبيعه خاصه بالنسبه للاستابيليتي بتاع الميديال لونجيتودينال ليجامنت، لان اول حاجه ليها ثلاث وظائف. اول حاجه تشتغل از ا تايب بيم او زي السترينج اوف ابو بتحافظ لي على الانتجريتي بتاع الميديال لونجيتودينال ارش زيها زي بلانتر فاشيا الى حد ما او بلانتر ابونيروزس الى حد ما. تاني حاجة ان هي بتعدي تحت السستاكلام تلاي زي ما احنا شايفين فبتسند لي الكالكينيس. بتعدي تالت حاجة في جروف ورا التيلس فبتسند لي التيلس زي ما احنا شايفين بهذا الوضع. طيب الميديال لونجيتودينال ارش من ضمن وظايفه ان هو بيعمل ستريس ترانسفورميشن ثرو ذا ارش، ان بينقل الويت بيرنج ثرو ذا ارش عن طريق الترابيكولي سيستم. عندنا البوستيرو ترابيكولي سيستم جاي من الانتيريور اوف ذا تيبيلر حد الكالكينيس ورا. عندنا الانتيرو ترابيكولار سيستم جاي من البوستيرو تيبيا انتيريورلي للنافيكولار والكيونيفورم والفيرس ميتاتارسال، وعندنا الترابيكولار سيستم موجوده في الفيرس ميتاتارسال. اللاترال لونجيتودينال ارش بيكون من اربعه بون زي ما احنا شايفين الكالكينيوس والكيبويد والفورس والفيفس ميتاتارسال بون. نفس القصة الـ variables اللي keeping the integrity of lateral longitudinal arch الـ shape of the bone زي ما احنا شايفين ان الكالكينيوس او الانجل between الكالكينيوس والكيوبويد هنلاقي انها جاية vertical بهذا الوضع، وده بيتشبه لنا هنا بالـ arched او pointing arch زي اللي موجودة في الـ gothic arches. لما نيجي ناخد الجزء ده ونحطه هنا هنلاقيها واخدة نفس الشكل بالظبط، ان هنا الجزء ده نازل فيرتيكال بهذا الوضع فده بيسند على الكالكينيوس والكالكينيوس بتسند على الكيوبويد.
ايه تاني بتأثر على ال integrity of the arches غير ال shape of the bone؟ ال long and the short plantar ligament زي ما احنا شايفين. ده ال short plantar ligament جاي between الكالكينيوس والكيوبويد. ال long plantar ligament تحتيه جاي من الكالكينيوس والكيوبويد وال ferrous metatarsal bone. دي الشورت بلانتر وده اللونج بلانتر ليجمنت. المسلز والتندون وده زي ما احنا اتكلمنا عليها ان هم يعتبروا الديناميك سبورت اللي هي مينتيننج الارشز. هنلاقي اللاترال بارت وبرضه مع التندونز والمسلز ممكن نلاقي الابنيوروزز برضه بتساعدهم زي اللاترال بارت او بلانتر ابنيوروزز بيحافظ لي على الانتجريتي اوف ذا لاترال لينجوتودينال ارش زي التايبين بالظبط. هنلاقي برضه بتساعدها اللاترال بارت ان الفليكسور ديجيتورم بريفيس الابدكتور ديجيتي مينيمي بريفيس والفليكسور ديجيتي مينيمي بريفيس فانكشن از تايب بيم في البلانتر اسبيكت اوف ذا فوت لاترالي. المسلز والتندون ممكن تشتغل از سلينج زي بالظبط التندونز بتاع البرونياس بريفيس ان هي شاده الفيفس البيس بتاع الفيفس بتترسل لفوق بهذا الوضع. البرينياس تيرشس برضو هنا بتشتغل از اسلينج. التندون بتاع البرينياس لونجس ودي ليها طبيعه خاصه زي ادي التندون بتاع البرينياس لونجس زي ما احنا شايفين معدي في جروف تحت الكيوبويد وانسيرتد في ميديال كونيفورم والبيس بتاع الفيرست ميتاتارسال بون. فائدتها ان هي بتحصل كونتراكشن فيها فالجزء ده بيبقى ثابت فبترفع الكوبويد لفوق وبالتالي بتزود لي الارش او بتحافظ لي على الانتجريتي اوف لاترال لونجيتودونال ارش. ده الجروف اللي تحت الكوبويد وادي البرونياس لونجس معديه تحتيه زي ما احنا شايفين. نفس القصه ان هي برضه ستريس ترانسميشن عن طريق الترابيكولار سيستم في اللاترال لونجيتودونال ارش. لما نيجي نتكلم على الترانسفيرس ارش الكومبوننت بتاعته بيبقى متقسمه حوالي عند 3 ليفل عند الهيد والنيك اوف ذا ميتاتارسال بون وده بيبقى شكله بهذا الوضع وهنا الكيستون اللي هي السكند كونيفورم السكند هيد بتاع الميتاتارسال ده الجزء اللي في النص او الكيستون بتاع الانتيريور ترانزفيرس ليجمنت ارش اوف ذا فوت. بوستيريورلي على مستوى عند الكونيفورم هنلاقيه ان هو عامل ارش بس غير كامل الجزء اللاترال بس الكيوبويد بس هو اللي بيبقى لامس الارض انما الميديال كينوفورم هنا ما تبقاش لامسه الارض. بستريلي بيبقى الليفل بتاع النافيكولار والكيوبويد بيبقى هذا الوضع ادي الكيوبويد وادي النافيكولار بهذا الوضع يبقى ده الانتيريور ترانسفيرس ارش الميدل ترانسفيرس ارش والبستيريور ترانسفيرس ارش. الانتيرو ترانسفيرس ارش قلنا بيبقى على مستوى الهيد والنيك بتاع الميتاتارسال بون ممكن يبقى 5 لامسين الارض في بعض الاحيان لكن دايما بيبقى ارش بس بيبقى ارش اللينس بتاعه قليل جدا بهذا الوضع عند الانتيرو ترانسفيرس ارش. على العكس البوستيرو ترانسفيرس ارش بيبقى اعلى شويه وزي ما قلنا بيكون من الكيوبويد والكونيفورم بون وبيبقى واخد نص دايره بهذا الوضع لكن بيبقى واخد دايره كامله لو الرجلين الاثنين واقفين جنب بعض بهذا الوضع. نفس القصه الـ variable keeping the transverse arches البون قلنا ان معظم الشيب بتاع البون بيحافظ لنا على الانتجريتي اوف الارش. هنلاقي ان معظم البون هنا في الكروس سكشن ده واخده ويدج شيب زيها بالظبط زي السقف بتاع الشباك بهذا الوضع. لما نرصهم بهذا الوضع بيحافظ لي على سلامه السقف ده من غير ما اضطر احط صب اسمنت هنا بهذا الوضع. الليجمنت عندنا الدورسال والبلانتر انتروسس ليجمنت زي ما احنا شايفين كلها بتحافظ على انتجريتي للترانسفيرس ارشز. عندنا الديب ترانسفيرس ميتاتارسال ليجمنت بتحافظ لي على الترانسفيرس ارش على الانتيريور والميدل ترانسفيرس ارش. المسلز ليها دور كبير في المحافظه على انتجريتي للترانسفيرس ارش. عندنا اكتنج از تايب بيم عندنا تو مسل مهمين جدا عندنا التيبياليس بوستيريور وعندنا البرونياس لونجس. ده التندون بتاع البرونياس لونجس وده بيبقى انسيرتد في البيز بتاع الميديال كونيفورم وال فيفس بيز اوف ذا فيرست ميتاتارسال ومعدي في جروف زي ما احنا شايفين في الكيوبويد. لما نشيل الليجمنت ادي الجروف بتاع الليجمنت موجود اهو. او ماسلز اكتنج از سلينج
زي البرونياس تيرشس ماسل او البرونياس بريفس المفروض جاي من ورا من هنا او التبياليس انتيرير او acting as intersegmental ties زي الدورسال انتروسوس ماسلز ان هي مشبكه الترانسفيرس الميتاتارسال بون زي ما احنا شايفين. يبقى ايه الفرق عندنا بين ميديال لونجيتودنال ارش واللاترال لونجيتودنال ارش؟ الكومبوننتس في الميديال ده 9 بون، هنا 4 بون. الانتيريور بيلر عباره عن الفيرست والسكند والثيرد ميتاتارسال، وهنا الانتيريور بيلر في اللاترال اللي هو الهيد اوف ذا فورس اند فيفث ميتاتارسال. البوستيريور بيلر كالكينيس هنا وهنا. السمس بتاعتهم هنا في السوبيريور تيلر ارتيكولار سيرفيس، وهنا السب تيلر ارتيكولار سيرفيس في اللاترال لونجيتودنال ارش. كشيب هنلاقي ان الميديال لونجيتودنال ارش اعلى من اللاترال لونجيتودنال ارش. ان الموبيليتي هنا اكتر، هنا ليس موبايل، ايه هنا مور ريزيليانت بيستحمل الضغط عليه، هنا ليس ريزيليانت، هنا بيحمل على الهيد اوف ذا فيرست ميتاتارسال والكالكينيوس، وهنا بيحمل على الهيد اوف ذا فيرست ميتاتارسال والكالكينيوس، بس بيبقى قريب جدا من الارض. وظيفه الميديال لونجيتودنال ارش انه بيساعد لي او بيقدر يحقق لي الكاليفر ارم في البوش اوف، انما في اللاترال لونجيتودنال ارش بيبقى كونسيدرد ويز سبورت ان ستاندنج. ايه وظيفه الارش ده عامه؟ اول حاجه سبريد ذا بودي ويت تو ذا ويت بيرنج بوينت اوف ذا سول. زي ما احنا شايفين ان الويت بيرنج بيجي من التيبيا تحت ويتوزع على التيرس، 50% بيجي انتيريور و 50% بيجي بستيريور. بيستقبله هنا عند الكالكينس بتاخد حوالي 50%، والهيد اوف ذا فيفث ميتاتارسال بتاخد ال 50% الباقيين. تاني حاجه سيرف از اشوك ابسوربر. زي ما احنا شايفين المساعدين اللي احنا بنشوفها في اجرات السكه الحديد او في بعض العربيات القديمه بهذا الوضع اللي اسمها ليف سبرينج، لما نشوف هنا بالظبط ان الفوت بتتحرك زيها بالظبط زي ما كنت بتتحرك على مساعدين بتطلع وتنزل، فبتقدر تعمل شوك ابسوربشن. ده شكل السبرينج بهذا الوضع، وبنشوفها بتقدر تتحمل الضغط زي ما احنا شايفين الميدال لونجيتودنال ارش بتستخدم از اشوك ابسوربشن بالظبط. الميديال لونجيتودنال ارش جيف ا بروبالسيف فورس ديورنج موشن او ديورنج ذا جيت زي ما احنا شايفين، لكن اللاترال لونجيتودنال ارش ده بيعتبر ستيشنري اورجان اوف سبورت اند بيستخدم في الويت ترانسميشن. لما نيجي نعمل فوت برنت بنلاقي دايما ان اللاترال ارش هو اللي بنقدر نشوفه في الفوت برنت. الكونكافيتي بتاعت الارش مهمه جدا وبتحافظ على الانتجريتي بتاعت النيورو فاسكولار ستراكشر المهمه اللي موجوده في الفوت عشان ما ندش عليها وتتاثر اثناء المشي. الانفيرترز والافيرتر هيلب ان شيفتنج ويت ديستريبيوشن، ودي بتسهل لنا اثناء المشي والتكيف على الان ايفن سيرفيس اثناء الجيت. نورمالي زي ما اتكلمنا قبل كده ان احنا واحنا واقفين في الترانسميشن اوف لود ان 50% بتيجي ورا او 50% بتيجي قدام عند الميتاتارسال بون، لكن لو شكل الرجل اتغير على الارض او وضعها على الارض اتغير زي ما احنا شايفين هنلاقي توزيع الويت بيرنج اتغير. زي لو واحده لبست كعب هالي بهذا الوضع 90% بتيجي انتيرير و10% بتيجي بستيرلي. طيب لو حصل مشكله في الارش هل ليها تاثير على بقيه الجسم؟ اه بكل تاكيد. زي ما احنا شايفين في حاله البرونيشن ديفورميتي في الفوت بيبقى معاها انترنال روتيشن للني مع انترنال روتيشن للتيبيا والفيمر، ان بلفيك اوبليكيتي هنلاقي معاها سكليوزس، هنلاقي برضو شولدر ان في دروبنج للشولدر زي ما احنا شايفين. فبالتالي اذا اي مشكله في الارش ذا فوت ممكن تاثر على بقيه الجسم فوقيه. الاستابيلتي بتاعت الارش مهمه جدا زي ما احنا شايفين، انا الراجل ده عشان يشيل الوزن ده لو هو ساند على حاجه ثابته هتبقى اسهل بكتير جدا انه يشيل نفس الوزن ده وهو ساند على حاجه ما هي ثابته زي الكوره اللي احنا شايفينها. ودي بقى استخدموها بعض اللعيبه ان بيدينا درجات اصعب اثناء التمرين. كل الكلام ده بيرجع لنا حقيقه واحده او بيوصل لنا لنقطه واحده، ان لازم الفوت بتركيبتها بشكلها انها تبقى سترونج اون اتس اون، يعني لازم شكلها وتركيبها يديها صلابه وقوه بحيث تحافظ لنا على الانتجريتي من شكلها بس او من ترتيب البوم بس. زي ما اتكلمنا قبل كده ان شبه الفوت ده بنشبهها بالارش بريدج، زي ما احنا شايفين الكوبر ده كله ما فيهوش اي اسمنت ولا حاجه، كله ده زي ما احنا بترتيب الحجاره بهذا الوضع قدر انه يحافظ على الاستابيليتي بتاعت الكوبري. كلنا عارفين شكل البريدج او الارش بريدج زي ما احنا شايفين، وشايفين وجه الشبه الغير عادي بينها وبين الفوت. طب ليه
البريدج او الارش البريدج ده اتاخد منه شكل او اخدوه من شكل الفوت. اول حاجه لان الشيب اند ارينجمنت اوف ذا بونز ار بارشلي ريسبونسبل فور ستابيليتي اوف ذا بلانتر ارشز. يبقى التقوس اللي موجود ده الشيب بتاعها والارينجمنت بتاعها بتحافظ لي على الاستابيليتي. زي ما احنا شايفين الاستابيليتي بتاعت الطوب ده نتيجه ان واخده الويدج شيب بهذا الوضع بتحافظ لي على الاستابيليتي بتاع البناء اللي احنا شايفينه. القبه دي بالكامل مفيش اي حديد تحتها ولا حاجه، كلها عن طريق ان بيحط الطوب كانها ويدج شيب بالظبط وبيملى فراغات باسمنت وبتقدر تحافظ على الانتجريتي بتاعتها. الانكلينيشن اللي موجود فينا بين الكلكينيس والفيرست تري ده برضو بيديني الارشد شيب، فده بيحافظ لي على الانتجريتي اوف ارشز اوف ذا فوت. ليه الارش دي يعتبر سبيشال كاركتر؟ زي ما احنا متفقين ان بيبقى فيه حجر اساسي هنا اللي هو الكيستون، بيفضل اللو ترانسميشن بينقل منه لكل يونتس جنبها لحد ما بينزل تحت على الارض او بقيه الحوائط الحامله اللي بيبقى موجود عليها الارش. زي ما احنا شايفين ارش بتاع الفوت بهذا الوضع. The most vital part of an arch is the keystone اللي احنا اتكلمنا عليها. The keystone is the stone at the center that keeps the entire structure together. طيب زي ما احنا شايفين ادي الميديا اللي انكودد على الارش، هنلاقي ان الارش هنا الى حد ما بوينتد شويه زي الارش او بوينتد ارش اللي موجود في الجوثيك ارش اللي احنا شايفينه. طيب هنلاقي ان الجزء ده اللي هو most medial part من الميديا اللي انكودد على الارش بيحمل على السستاكلنت لاين. طب هل هي كفايه ان الميديا اللي جوتال او موست ميديا بارت اوف ذا ميديا اللي جوتال الارش يحمل على الجزء ده؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ما خلقهاش كامله بهذا المصمطه بهذا الوضع بحيث انها تقدر تتحمل الوزن بتاع الجسم ما يحصلش اي مشاكل اثناء الويت بيرنج او اثناء الستاندنج، لكن ربنا سبحانه وتعالى خلقها بهذا الوضع. طب نبتدي نشوف هندسيا هل الكلام ده يفرق ولا لا؟ احنا عندنا تو تايبس من الارش زي ما احنا شايفين، عندنا الراوند ارش ودي موجوده في الرومانسك ارشز ودي بتحتاج بالكير سبورت زي ما احنا شايفين لان اللو ترانسميشن بيبقى مينلي هوريزونتال زي ما احنا شايفين في الصوره دي. والجوثيك ارش زي ما احنا شايفين دي ما بتحتاج لس بالكير سبورت لان اللود بيتنقل تقريبا نيرلي فيرتيكال. يبقى كل ما الارش كان بوينتد بهذا الوضع انا مش محتاج وايد سبورت زي هنا، لا بالعكس انا محتاج ليس بالكي سبورت. طيب نيجي نطبق الكلام ده على الفوت. احنا قلنا الموست ميديال بارت اوف ذا فوت اوف ذا ارش اوف ذا فوت هنلاقيه ارش بهذا الوضع. لما نشوف الصوره دي ونزيد الاضاءه فيها شويه هنلاقيها بوينتد زي ما احنا شايفين. الجزء البوينتد ده بيحمل على سستاكلنت لاي. وقلنا ان البوينتد ارش انا مش محتاج فيه بالكير سبورت، لا انا محتاج ليس بالكي سبورت، فبالتالي انا مش محتاج حمل كتير على الجزء ده، جاست السستاكلنت لاي بتكفيني. لكن بمجرد ما اخش جوه شويه يعني ده بره بتبقى بوينتد بهذا الوضع، ميديا ليها لاترال ليها على طول بتبقى راوندد بهذا الوضع، فالجزء الراوند ده بيحمل على البيت الكالكينياس بهذا الوضع، والجزء البوينتد بيحمل على الجزء الضعيف شويه اللي هو سيستاكلام طلعي. طيب ازاي نقدر نعمل فيكسد للشيب اوف ذا ارس عن طريق شكلها بنحافظ على سلامتها او متانتها؟ اول حاجه لما نشوف كباريلو عشان يعمل يعتمد بس على شكلها ليها ما هياش كفايه انها ممكن تتحمل اوزان عاليه، فابتدى يبني حواليها. ليه؟ لان ليه ان اللو ترانسميشن بيتنقل عن طريق الارش وبيتنقل بعد كده عن طريق المباني اللي جنبها او الطوب اللي جنبه، فاذا الوزن بيتنقل من هنا وبيجي على الطوف الحمل بيخف شويه على الحوائط الحامله للارش اللي هي السبورت بتاعها. الطريقه الثانيه ان انا ممكن اعمل بالك سبورت زي ما احنا شايفين، اعرض الحيطه الحامله اللي ماشي عليها وبالتالي ان لما بيحصل لود ترانسميشن عليها بيجي بيتنقل للجزء ده الاساسي وبيتنقل للقاعده العريضه بتاعته بهذا الوضع. طب هل الطريقه دي ولا الطريقه دي اسهل في تطبيقها في الفوت؟ بكل تاكيد الطريقه دي،
انا صعب جدا هجيب بون واحطه فوق الفوط، مش هتعرف اتحرك. لكن اقدر اعرض البيز بتاع الفوط زي ما ربنا سبحانه وتعالى جه عند الكلكينيس هنا ولاقيها عريضه بهذا الوضع، وبتنقل اللود ترانسميشن بهذا الوضع. نفس الطريقه اللي بتنقل بيها اللود ترانسميشن في الارشز بهذه الطريقه. يبقى دي الطريقه او هندسيا قدرنا نثبت ازاي اللود ترانسميشن او شكل البون اللي في الفوط بتقدر تتحمل الاوزان العاليه. اللود ترانسميشن مهم جدا في الفوت، لان هي بتستحمل الوزن ده اثناء الاستابيليتي وانا واقف، واثناء الموبيليتي. اثناء الموبيليتي بتبقى اللود ترانسميشن وبتبقى شوك ابسوربشن معاها كمان. زي ما احنا شايفين الشخص اللي واقف ده لما بيبقى وزنه مثلا لو 100 كيلو بنلاقي 50 رايحه للرجل الشمال و50 رايحه للرجل اليمين بهذا الوقت، دي 50% دي 50%. لكن لو وقف على رجل واحده بنلاقي 100% من وزنه رايحه على الرجل دي. فيبقى لازم الفوت ارشز او البون اوف ذا فوت تقدر تستحمل وزن الجسم بالكامل من غير ما تتاثر، من غير ما بيحصل لها اي فيلير. قلنا ترانسميشن من فوق لتحت لحد ما يوصل للتيلس ويرجع للكالكينيوس ورا او لبقيه الفيرست ري قدام بهذا الوضع. 50% بتيجي لورا و 50% بتيجي من قدام، بتوزعوا كالاتي: 50% بترجع للكالكينيوس وال 50% التاني بتوزعوا على الهيد اوف ذا ميتاتارسال بون بنسبه 2 اللي هي تو سيسامويد بون في الفيرست ميتاتارسال، ونقطه واحده لكل هيد اوف ذا ميتاتارسال. يبقى عندنا 6 نقط هنا والنقطه السابعه اللي هي الكالكينيوس. طيب لما نيجي نتكلم على اللود ترانسميشن اثناء الموبيليتي وقدرتها انها تقدر تعمل شوك ابسوربشن، لما بيجي تبتدي الانسان يتحرك او يقف وهو واقف، ان بيحصل لها الكالكينيوس بيحصل لها ايفيرشن، هنلاقي ان الهيد اوف ذا تيلس بيحصل لها ادكشن وبلانتر فليكشن زي ما احنا شايفين. نتيجه الادكشن والبلانتر فليكشن بيحصل فلاتنينج اوف ذا ارش، بيحصل ودروبنج للنافيكولا اللي تحت زي ما احنا شايفين، وفلاتنينج اوف ذا ارش. تاني حاجه ان الويت ترانسميشن ده بيديني الاستيسيتي اوف ذا سبورتنج ستراكشر عشان تقدر تعمل ابسوربشن للشوك. ده عن طريق السبرينج ريجيمنت هنا بيزود الاستيسيتي بتاع الفوت. كل ده في النهايه بيديني القدره على ان انا اقدر اغير واكيف وضع الرجل في اي ارض انا اقدر امشي عليها. زي ما احنا شايفين في الصوره دي ان الرجل دي عامله سوبينيشن والرجل دي عامله بولينيشن في نفس الوقفه عشان تقدر تتكيف مع وضع الارض الان ايفن سيرفيس اللي هي ماشيه عليها. طيب البلانكر ارش هل في طريقه اقدر احسبها بيها؟ سهله. اول حاجه ان انا بجيب خط مماس للرجل ميديالي بهذا الوضع، اخد خطين عمودين عليهم من نقطتين التماس انصفه بهذا الوضع، ودي بنسميها المين بوينت اوف ذا لاين اوف ذا كالكوليشن. اخد منها خط عمودي عليها، اكرر نفس اللي عملته ده تحت عند الكالكينيوس من تحت، ابتدي اقيس المسافه فوق عند منتصف الفوت وعند الهيل تحت، ودي تبقى ايه ودي نسميها بي، نقسم ايه على بي وده بيديني البلانتر ارش اندكس. كل ما البلانتر ارش ده اندكس ادانا هاير فاليو ده معناه ان في ادانا لوور فاليو ده معناه ان في هاير ارش. يبقى lower index value means higher arch زي ما احنا شايفين الرجل دي في الهاي ارشد، الجزء ده شبه مختفي او مفيش صغير خالص، وهنا عند الكلكينيوس عارف ادينا ده بيدينا low value لكنه بيديني higher value. يبقى lower index value means a higher arch. طيب اتكلمنا على الاناتومي بتاع الارشز وازاي وظايفها وازاي بنحافظ على الانتجريتي بتاعتها. طب احنا بنستفيد ايه او الفوت بتستفيد ايه من الارشز دي؟ فلما نيجي نتكلم على الميكانيزم اوف فوت فانكشن عن طريق شكلها او وضعها او استخدامها للارشز بتاع الفوت. اول حاجه ذا فوت فانكشن از ا تاي رود اون اترس زي ما احنا شايفين، زي ما يكون بناء الجمالون بهذا الوضع وهنتكلم عليهم بالتفصيل. او الويندلاس فانكشن أو the human foot act as a spring زي السوستة بهذا الوقت. ناخد واحدة واحدة ونتكلم عليها. لما نتكلم the function as a tie rod on a truss بهذا الوقت، أول حاجة إيه ده الجمل، ومعظمنا شاف البنى ده الانتجر بتاع المبنى ده كله متحمل على
التنسايل رودز اللي هي التاي رود دي عبارة عن ميتال رود بيبقى فيها سريشن بهذا الوضع عشان اقدر اقرط عليها واقدر اعمل تنشن عشان تحافظ لي على سلامة تركيب المبنى ده. لو الجزء الحديد ده اتفك هنلاقي كل الخشب ده ممكن يقع. ده بيعتمد على اليونت دي كلها اللي اسمها التاي رود او التاي بار، وهي لو فيرتيكال بيسميها الهانجر بارت، حتى في ناس بتسمي المبنى ده الهناجر. ودي عبارة عن سلندر ستراكشر يونت يوزد از تاي capable of carrying a tensile load only. زي تشوفوا تركيب الهانجر ده ان هو بيبقى ليه بوستيرو استرات هنا زي الكالكينيوس والتيلس، ليه انتيرو استرات زي بقيه التارسال بون والفيرست ميتاتارسال، وعندنا التنس التاي رود اللي هو الجزء الميتالي تحت، وده بيقابله هنا البلانتر ابنيوروزس. This structure design is efficient for the weight bearing foot because لأن بيتحمل compression force عن طريق ال anterior posterior thrust، وعندنا بيستحمل التنسايل أو tension force عن طريق ال plantar aponeurosis. ده كله بيعتمد على ال integrity بتاع ال plantar aponeurosis وال attached على metatarsophalangeal joint بهذا الوقت، لأن لازم ال attachment ده يقدر يتحمل لي compression force ويقدر يتحمل لي تنشن فورس. كومبريشن فورس عشان بينقل الوزن والضغط هنا عن طريق الويت بيرنج، والتنسايل فورس عن طريق البلانتر ابنيوروزس. طيب زي ما احنا شايفين في الصوره دي ان اثناء الويت بيرنج بيحصل فيه تنشننج على البلانتر ابنيوروزس، بيزيد طوله من حوالي 9 ل 12% اثناء الكومبليت ويت بيرنج، وده بيخليها انها تشتغل از تاي رود اون اتراس زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. نيجي نتكلم على الوظيفة التانية اللي هي الويندلاس فانكشن ميكانيزم. الويندلاس فانكشن ميكانيزم زي ما احنا شايفين السفينة اللي ماشية زي كده، لما تيجي بترسي بيبقى الهيلب موجود في الأرض. لما تيجي تحب تقرب على الشط، لو اعتبرنا إن الشط موجود هنا، فيبقى محتاجة إن هي تشد الحبل ده، هنلاقي السفينة بتتحرك لقدام بهذا الوضع. يبقى إيه هي الويندلاس؟ is a verb used in sailing meaning to heel or lift something using windlass اللي هي الرفع. طيب لما نيجي نشوف الهيست بتاع الويندلاس، في اول حاجه قديمه قوي هي الاسبانيش ويندلاس. لما يحب يقربوا العمودين دول لبعض كان بيجيب حبل ويلف حواليه ويقرط على الحبل ده بهذه الطريقه ويزنوها، هنلاقي ان العمود ده بيقرب عن العمود ده. طبعا الكلام ده ما بيحصلش في الفوت، لكن الوضع ده ممكن في فوت بدل ما احنا نقرط الحبلين على بعض انا ممكن اشد الحبل بهذا الوضع، فكل ما اشد الحبل ده هقرب العمود ده ناحيه العمود ده زي ما احنا شايفين. يبقى كل ما بشد الحبل بقرب كده، فالكلام ده ممكن يحصل في الفوت. ادي لو خدنا مجسم للفوت، ادي الكالكينيوس والتيلس، وادي الفيرست بقيه الترسل بون والفيرست متترسل، ادي البلانتر ابنيوروزس، ادي الصوابع. لما اجي احرك صباعي لفوق بشد الحبل ده لفوق، فبتقرب لي الجزء ده على الجزء ده زي ما حصل هنا، ان انا لما شديت الحبل ده الجزء ده قرب على الجزء ده. انا اضطريت اقلبها هنا عشان اديك ان شكل الحبل ده هو نفس الشكل بتاع الحبل اللي موجود في الويندلاس القديمه دي اللي احنا شايفينها. نفس القصه في الفوت، انا اضطريت برضه احطها مقلوب عشان اديك صوره انها تشبه لها بالظبط، ان البلانتر ابنيوروزس اهي شكلها زي الحبل اهو، وتبقى لفه حوالين العمود ده، ودي لفه حوالين الهيد اوف ذا فيرست ميتاتارسال. اول ما بتتشد بتقرب الكالكينيوس عليها بهذا الوضع، وبتزود اللينس بتاع او ارتفاع الارش. زي ما احنا شايفين القوس والسهم ده، انا لما بشد الوتر بهذا الوضع بقرب التو ايدجز على بعض، وده اللي بيحصل في الفوت، ان انا لما بشد الجزء ده بقرب التو ايدجز دول ناحيه بعض، بيقربوا وفي نفس الوقت بنلاقي دي الفيرست متطرسل بتنزل تحت عشان يزود الدبس او يزود ارتفاع الارشز بهذا الوضع. وهنشوف فيديو بيورينا الويندلاس ميكانيزم بتشتغل ازاي، اهو بيعمل دورسوفليكشن بيزود الارش زي ما احنا شايفين. الكلام ده ممكن يحصل اثناء الويت بيرنج او من غير ويت بيرنج، عن طريق ان الموفمنت دي ممكن تبقى اكتف او باسف، لان هي بتحصل بنفس الطريقه، هي عباره عن طريقه ميكانيكيه بحته، ان البلانتر ابنيوروزس بتلف حوالين الهيد اوف ميتاتارسال فبتشدهم على بعض فبتقرب الكالكينيوس مع بعض زي ما احنا هنشوفها. دي اثناء الويت بيرنج الويندلاس ميكانيزم، كل مره انشاء الدبس بيزيد، هيقيسها المره دي ويشوف
طول البلانتر افنيوروز حوالي 4.8 يونتس من المقاس البيس بي، اثناء ما هي واقفه بقت 4.5. معنى كده ان حصل تنشننج او البلانتر افنيوروز اثرت وبالتالي زودت ارتفاع الارش. زي ما اتكلمنا قبل كده ان هي عباره عن بولي سيستم، بيبقى البلانتر افنيوروز بتلف حواليه وبتقرب الناحيتين دول لبعضهم. بتشتغل ازاي؟ ان دي بتلف لفوق بتشد البلانتر افنيوروزز، بتشدها بتخلق لينير فورس وبتقرب الكالكينيس على الفيرست راي بهذا الوضع. اثناء البوش اوف بيحصل نفس الفكره اللي بتحصل اثناء الويندلاس، بس اثناء التحميل بدل ما الصباع الكبير هو اللي بيلف والرجل على الارض، لا الصباع هو اللي على الارض والرجل هي اللي بتلف حواليه بهذا الوضع، لكن بيحصل معها نفس الميكانيزم. الويندلاس ميكانيزم بتبقى اسيستد بالانترنسك ماسلز اوف ذا فوت، لانها اوجمنت ذا ويندلاس ميكانيزم باي اكتيفيتي ستيفنج ذا ميد فوت. ذيس ميكانيزم كونتريبيوت تو ذا بوش اوف بار، او بتزود البوش اوف بتاع الفوت. الانكريز ان ذا بلانتر ابنيوروزس تايتنس بيحصل بطريقتين، يا اما ان انا بعمل دروس فليكشن للبيك 2 زي ما احنا شايفين فبزود التايتنس اللي موجوده على البلانتر ابنيوروزس، ودي الويندلاس ميكانيزم العاديه، او اثناء الويت بيرنج ان انا الصباع بيبقى محمل على الارض والرجل هي اللي بتلف لفوق، دي بنسميها ويند لاس ميكانيزم ان ريفرس. طيب لما نشوف الوضع ده طبيعي، ده الويند لاس الميكانيزم الطبيعي، لكن لو حصل برونيشن ديفورميتي الرجل بتبقى اوبن تشين ما بتبقاش لوكد، فبالتالي مش هتقدر تبقى ستيف ان تقدر ترفع تعمل البوش اوف بهذا الوضع، فالبوش اوف بيبقى اقل. تاني حاجه ان الموفمنت بتبقى قليله على الفيرس بتوصل، وخصوصا لو في مثلا زي الهالكس اوريجيتال فالموفمنت بتبقى على الانترفرنشال جوينت بهذا الوضع. طب انا بستفيد ايه من التايتنس اللي موجود في البلانتر ابنيوروزس؟ ان هو بيزود انكريز باسيف فورسز ات ذا ميتاتارس فرنجيال جوينت ويتش ليد تو، اول حاجه بريفنت اكسسيف تو اكستنشن ذات مايت ستريس ميتاتارس فرنجيال جوينت. زي ما احنا شايفين هنا لو البلانتر ابنيوروزس مش موجوده او مقطوعه هنلاقي ان الاستريس بيزيد اثناء الدورسوفليكشن بتاع البيك 2، لو زاد عن اللازم ممكن يقطع لي الجوينت كبسول بهذا الوضع، لكن لو البلانتر ابنيوروزس موجوده هتحافظ لي على الانتجريتي بتاع الجوينت كبسول وعلى سلامه البولي سيستم اللي موجود هنا. تاني حاجه بريفنت اللاين اوف جرافيتي تو موف انتيريور تو ذا توز. زي ما احنا شايفين اثناء الويت بيرنج العاديه ده السنتر بتاع الميتاتارسال جوينت اكسس اللي هو لونه احمر، ده اللاين اوف جرافيتي الاسود ده بيبقى جاي وراه، يبقى التنشن في جاستريك نيمس كونتراكشن اعلى وجراوند رياكشن فورس بالسيريور اعلى من قدام. مع السكند روكر وهيبتدي يحصل دورس فليكشن على الانكل هنلاقي اللاين اوف جرافيتي اتحرك من ورا السنتر اللي هو الاحمر، السنتر لاين الاحمر ده بيبقى انتيريور ليه. قبل ما السيرد روكر قبل ما هبتدي يحصل البوش اوف هنلاقي ان اللاين اوف جرافيتي بيبقى جاست عند النك بتاع الميتاتارسال بون زي ما احنا شايفين. بمجرد ما تبتدي يحصل بوش اوف ويرفع بيبقى جراوند ريكشن فورس والسنتر اوف جرافيتي يبقى موجودين عند الهيد اوف ذا ميتاتارسال بون في هذه النقطه زي ما احنا شايفين. تالت حاجه it also assists the active two flexor musculature عن طريق ان هي contraction اللي بتحصل في ال intrinsic muscle of the foot to press the tooth into the ground، ان هي بتزود ال pressure اللي موجود هنا وبتثبتها على الارض to support the body weight on its limited base of support، لان الجسم كله بيبقى محمل بس على الجزء ده. طيب فهمنا الويندلاس ميكانيزم، نشوف بقى ايه الديس اوردرز بتاعتها وازاي بتاثر على الجيت ولوب. اول حاجه لو عندي تايتنس في التندو اكيلس زي ما احنا شايفين ان من اهم حاجه من علامات الويندلاس ميكانيزم ان الكالكينيس بتقرب ناحيه الفيرست راي، لكن لو التندو اكيلس تايت هيمنع ان الكالكينيس ان هي تقرب. دي نورمال فوت زي ما احنا شايفين، دي بلانتر ابنيوروزس وده ادي البولي سيستم الموجود هنا على الهيد اوف ذا فيرست ميتاتارسال، ادي الكالكينيس وادي ايه التندو اكيلس. ادي الويندلاس ميكانيزم الطبيعيه زي ما احنا شايفينها مفيش اي مشكله فيها. طيب لكن لو حصل ان قبل ما يحصل الكونتراكشن دون الاكيلس هنشوف الويندلاس ميكانيزم ان ريفرس مفيش اي مشكله خالص،
طالما ان الكالكينيوس بتحرك بسهوله ومفيش تايتنس في التندو اكيلس. لكن مع التايتنس في التندو اكيلس ايرلي هنلاقي ان البوش اوف بيقل، لان بيدينا ويك بوش اوف بهذا الوضع. اول ما بيحصل تايتنس في التندو اكيلس بنلاقي البوش اوف قل، ليه؟ لان الكالكينيوس ما جاتش لقدام. لكن ليت ستيج من التندو اكيلس كونتراكشن ممكن تديني ميد فول بريك بهذا الوضع، ودي ساعات كتير بنشوفها في حالات السي بي. يبقى بعد ما نشوف الفود بهذا الوضع، ادي الكالكينيوس طبيعيه مفيش مشكله. هنا لو في كونتراكشن في التندو اكيلس والكالكينيوس راجع لورا، لما بنرفع لفوق هنلاقي الكالكينيوس ما بتقدرش تيجي لقدام، وبالتالي بيديني دي اكتيفيت الويندلاس ميكانيزم. تاني حاجه من اللي ممكن تاثر على الويندلاس ميكانيزم الهالكس ريجيدس، لان احنا من الطبيعي جدا ان عشان تحصل الويندلاس لازم الصباع الكبير يرفع لفوق. طيب نورمالي مع الويندلاس ميكانيزم ان بيحصل دي اثناء الويندلاس ان ريفرس، ان بيحصل البوش اوف والكالكينيوس بتقرب على الفيرست ميتاتارسال عن طريق ان الصباع الكبير بيلف حوالين الهيد اوف ذا ميتاتارسال. لكن لو عندي هالكس ليميتس مش هيديني حريه حركه، وبالتالي البوش اوف هيبقى ضعيف او الرجل مش هتقدر ترفع الا كميه صغيره خالص. لكن مع الهالكس ريجيدس مش هنقدر نتحرك تماما. ليه؟ ده نورمال هنلاقي ان الهيد بتتحرك حوالين المفصل، ده طبيعي مفيش اي مشكله. الويت بيرنج بيبقى على السيساموييد بون بهذا الوضع. مع الهالكس ليميتس الهيد اوف ذا ميتاتارسال بترفع لفوق، فلما اول ما تيجي ترفع هتبتدي تحك في البيز بتاع البروكسيمال فالنكس، هنا هتمنع الحركه دي وتبقى مؤلمه، وبالتالي هديني جاست سلايت اليفيشن للبوش اوف، مش هيبقى بوش اوف كامل. لكن مع الهالكس ريجيدس هيبقى تقريبا مفيش حركه خالص، وبالتالي اللي ممكن ما يحصلش اليفيشن للهيل خالص من على الارض. طب نعالجها ازاي؟ اما بنحط لها سبورت لو هي هالوكس ليميتس، فبالتالي بترفع الجزء ده لفوق فممكن يتحرك اسهل، او عن طريق ان انا بعمل ارثروبلاستي او ارثروديزيس بهذا الوضع. طيب لو حصل امبيوتيشن للبيك 2، طب انا كده فقدت الويندلاس ميكانيزم. فأهم نقطة هنا ازاي اعمل ريستوريشن للويندلاس ميكانيزم، ودي اكوردنج تو كريس جرين، ودي كان قالها في ويبينار في ال LRS السنة دي في 2020. ان انا باجي بسلك على الاكستنسور هاليشز لونجس والفليكسور هاليشز لونجس، بعمل جروف في الهيد بتاع الفيرست ميتاتارسال واوصلهم ببعض زي ما احنا شايفين. فبالتالي اول ما بيحصل كونتراكشن للاكستنسور هالشز لونجس بتشد على الفليكسور لفوق، وبالتالي بتعمل ريستوريشن للويندلاس ميكانيزم، لان التندون بتاع الفليكسور هالشز لونجس بيستخدم از تايبين مكان البلانتر ابينيوروزس في هذا الوضع. ممكن بدل ما اعمل لها جروف على الهيد ان انا اعمل لها تانل جوه الهيد اوف ذا فيرست ميتاتارسال، واعدي منها التندون بتاع الفليكسر هالشز واخيطه فوق مع الاكسنسور هالشز لونجس. تالت وظيفه عندنا الهيومن فوت اكت از او لايك از سبرينج، زي السوسته زي ما احنا شايفين. طب ازاي الهيومن فوت اكت از سبرينج؟ اول حاجه بتعتمد على الديزاين بتاعها، على شكلها، واهم حاجه في الديزاين وضعها كارش زي ما احنا شايفين. ارش زي ده، هنا لو جبت حتة ورق بهذا الوضع وعملتها ارش ولزقتها من تحت عملت لها زي تاي بيم، هقدر اشوف ان انا لما اضغط عليها تبقى عامله زي السوسته بالظبط، تطلع وتنزل، وفي نفس الوقت لو حطيت عليها حمل ممكن تبقى ستيبل وتقدر تحافظ لي على التوازن زيها زي الفود بالظبط، رغم ان الورقه ضعيفه جدا. هنلاقي الاستراكشر بتاع الارش زيها زي او تشتغل زي السوسته بالظبط عن طريق المساعدين اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، انها تقدر تعمل شوك ابسوربشن زي ما احنا شايفين. كل ده بيبقى سبورتد باي اذر تيشيو زي البلانتر فاشيا والليجامنتس اللي موجوده زي السبرينج ليجامنت والبلانتر ليجامنت. طيب The foot spring is very important in human movement. ليه؟ لأن أنا بستخدمها في الجامب والرننج، ودي بتعتمد على السترينث بتاع الفوت والاستابيليتي والتيشي توليرانس بتاعها. طيب لكن لو الفوت فانكشن بتاعتها از سبرينج اتغيرت نتيجة ديفورمتي مثلا زي في حالات الفلات فوت زي كده، أو إن أنا ارتديت شوز أو أورثوزيس منع لي إن الفوت أكت از سبرينج، ده كله في النهاية هيأثر إن مش هتقدر أو هتفقد خاصيتها إنها أكت از سبرينج، وتفقد خاصيتها كأنها شوك أبسوربشن. طيب اتكلمنا دلوقتي عن الأرشز وعن وظيفتها وإزاي بتشتغل وإزاي والفانكشن بتاعتها، واتكلمنا على ده كله. طيب إيه اللي هيحصل مع الأرش ديس أوردر أو الأرش ديس أوردر بتحصل ليه؟
ايه الباثوجينيز بتاعتها. ده نورمال ارش، ده الهاي ارش، ودي الفلات ارش. يبقى الارشز ديس اوردر يا اما هتبقى هاي ارشز اللي هي بيس كيفاس، او فلات ارشز اللي هي بيس بلانس. هنتكلم اول حاجه على البيس كيفاس. زي ما احنا شايفين ده الارش او الفوت من اللاترال سايد او فيو من اللاترال سايد، طبيعي مفيش اي مشكله. المسل سبورتنج اللي بتعدي من هنا البرونياس لونجس زي ما احنا شايفين، واتكلمنا انها بتعدي في جروف تحت الكيبويد وانسيرتد في الميديال كونيفورم والفيرست ميتاتارسال والبيز بتاع الفيرست ميتاتارسال. طب ازاي المسلز دي بتقدر تزود لي الارش بتاع الفوت؟ زي ما احنا شايفين اول ما حصل لها كونتراكشن هي بتشتغل بالظبط از سلينج زي ما احنا شايفين. اول ما حصل لها كونتراكشن بترفع الهيد او الكيوبويد فون بون زي ما احنا شايفين، وبتزود الارش بهذا الوضع. ده بالنسبه للبرونياس لونجس. يبقى البرونياس لونجس بتعمل ريزنج للكيوبويد بون، وفي النتيجه بتديني هاي ارش. طب التيبياليس انتيريور بتبقى انسيرتد على الميديال كينيفورم والبيز بتاع الفيرست ميتاتارسال بهذا الوضع. الوضع هنا يختلف شوية، ليه؟ لأن السنتر اوف روتيشن هنا عند الميتارسال جوينت، فبالتالي أنا لما هرفع لفوق هيحصل فلاتنينج للأرش بهذا الوضع. يبقى التيبياليس انتيرور بتقلل لي الأرش لأنها تعمل دورسوفليكشن للفيرستري زي ما احنا شايفين. طب لو هما الاتنين اشتغلوا مع بعض، البرونياس لونجاس بتزود لي الأرش، والتيبياليس انتيريور عن طريق الدورسوفليكشن الفريس ري بتقلل الارش. لكن لو حصل ان حصل مصل امبالانس وان البرونياس لونجس بقت اوفر باور التيبياليس انتيريور، هيدينا في النهايه بيس كيفاس ديفورمتي، وبالتالي اتنين بهذا الوضع. لو اتحركت البرونياس لونجس اوفر اكتف عن التيبياليس انتيريور، بالتالي هيديني بيس كيفاس بهذا الوضع. طيب نشوف بقيه المصلز. عندنا التيبياليس بوستيريور اتاتشد هنا بتاع النافيكولار بون، اول ما بتشد لفوق بتدينا هاي ارش. ادي التيبياليس بوستيريور، اول ما بتشد لفوق بتديني هاي بلانتر ارش. طب البرونياس بريفز تبقى جاي لاترالي هنا وانسيرتد في البيز بتاع الفيفث ميتاتارسل، بتبقى نفس القصه لان سنتر اوف روتيشن بيبقى هنا، فبالطريقه انها بتعمل دورسوفليكشن للفيرست ريب فيدينا لو ارشز. لو الاثنين مع بعض دي التيبياليس بوستيريور جايه ميديالي، البرونياس بريفياس المفروض ان هي تبقى من اللاترال سايد بس انا ظهرتها هنا عشان تبان، هنبتدي نخفيها لحد ما اختفت، بقت البرونياس بريفياس لاتري وتيبياليس هنا انتيرولي، وهنلاقي الاثنين هيشتغلوا مع بعض. هنلاقي التيبياليس بوستيريور بتزود الارش والبرونياس بريفيس بتقلل الارش، لكن الاثنين مع بعض لو التيبياليس بوستيريور كانت اوفر باور عن البرونياس بريفيس نتيجه اي مصل امبالانس، هيديني في النهايه البيس كيفاس ديفورمتي زي ما احنا شايفين، نتيجه ان التيبياليس بوستيريور اقوى من البرونياس بريفيس. يبقى احنا عندنا تو انتاجونست مصل زي البرونياس لونجس والتيبياليس انتيريور، وعندنا تو انتجنست ماسلز اللي هي التيبياليس بوستيريور مع البرونياس بريفز. يبقى the proposed muscle agonist antagonist mechanism of بيس كيفاس فورميشن ان كيفو فارس ديفورمتي، هنلاقي ان التيبياليس بوستيريور والبرونياس لونجس ار تو سترونج، they overpower when the tibialis anterior، بيبقوا اقوى من التيبياليس انتيريور. النتيجه ان هو بيشدوا الفور فوت لتحت بيديني الكيفاس ديفورمتي، وبيبول الهايند فوت ميديال او انورد بيديني الفارس ديفورمتي. استفيد بالكلام ده لما اجي اعالجها السيرجري للبيس كيفاس. زي ما احنا شايفين ادي نورمال او الوضع اللي البيس كيفاس موجود فيه، في كونتراكت هنا او اوفر باور التيبياليس بوستيريور والبرونياس لونجس والتيبياليس انتيريور ضعيف. هستفيد ازاي؟ زي ما احنا شايفين ان ممكن اعمل transfer of the peroneus longus tendon to the peroneus brevis. هاجي هنا واروح فاتح laterally واروح قاطع البرونياس لونجس واعملها reinsertion للبرونياس بريفيس، وبالتالي eliminate the pronation and plantar flexion induced by the peroneus longus. يبقى انا ضعفت البرونياس لونجس نتيجه ان التيبياليس بوستيريور اقوى من البرونياس بريفيس. هاجي اروح اعمل
transfer of the tibialis posterior tendon to the dorsum of the foot. هنقلها من هنا للدورسم of the foot قدام to restore active dorsal flexion of the foot. برضو هنستفيد بالتندون ترانسفيرز تاني ان انا ممكن اخد التبياليز انتيريور اعمل لها سبريد ترانسفير او انقلها كامله للكيوبود او اللاترال كيونيفورم بون. برضو الاكسنسور هارشز لونجاس ممكن اعمل نفس القصه ان انا انقلها للكيوبود او اللاترال كيونيفورم بون. اذا ما صلحش معايا عن طريق المسل ترانسفير هضطر ان هو كان عندي فارس ديفورميتي ممكن اعمل ديوار كالكينيال استيوتومي اللي هي فالجاس استيوتومي على الهيل او اعمل استيوتومي على الفيرست ميتاتارسال عشان افرد بيه الكيفاس ديفورميتي. الدروباكس بتاع البيس كيفاس ان السب تيلر والميتاتارسال جوينت في الهاي ارشيد اللي هي البيس كيفاس فوت تند تو بي سيت ان سوبينيتد بوزيشن. سوبينيتد بوزيشن يعني الفوت في الكلوزد باك بوزيشن وبالتالي الحركه بتبقى قليله جدا. ذيرفور ا هاي ارشيد فوت از سود تو بي ريلاتيفلي ريجيد. بتبقى معرضه لتروما اكتر وتاني حاجه decrease its function as a shock absorption. على العكس الفلات فيت لما نيجي نتكلم على البيس بلانس ونتكلم على البروبوزد ماسل اجونست انتاجونست ميكانيزم اوف ذا بيس بلانس فورميشن هنلاقي ان تيبيالس تيبيالس بوستيرور زي ما احنا شايفين ان هي انسيرتد في البيس بتاع النافيكولار بون واكت از سبلينج ان هي بتديني دايناميك سبورت للهيد اوف ذا تيلس وسسبند ذا ارشز فروم ذا اباف. طب ايه اللي هيحصل لو التبيالس بصيرو دي ضعفت حصل لها ديسفانكشن او اتقطعت؟ هنلاقي ان بيحصل دروبنج للميديال لينجوتودنال ارش بهذا الوقت لان هي سندها من هنا زي السلينج ورفعها لما هتتقطع هنلاقي ان النافيكولار ومعاها الكونيفورم نزلوا تحت بهذا الوضع وحصل فلات فيت او بيسبلانس ديفورميتي. تاني حاجة مهمة جدا في الستراكشر سبورتنج الميديال ارش اللي هي السبرينج ليجامنت. زي ما احنا شايفين السبرينج ليجامنت بيعدي تحت الهيد اوف ذا تيلس وبالتالي بيحافظ لي على الكيستون بون اللي هي بتحافظ لي على انتجرتي بتاع الميديال لينجوتودنال ارش. هنلاقي اجزاء السبرينج ليجامنت او السبرينج ليجامنت كومبلكس اتاتش هنا او هنا سبورتد ميديالي وانفيريرلي الهيد اوف ذا تيلس بهذا الوقت. لو حصل انه اتقطع السبرينج ليجامنت هنلاقي دروبنج للهيد اوف ذا ميتاتار ذا هيد اوف ذا تيلس لتحت وبالتالي تديني البيس بلانس ديفورمتي. انجري البلانتر ابنيروز زي ما اتفقنا قبل كده واتكلمنا ان البلانتر ابنيروز اكت از ا تايب بي بتحافظ لي على انتجريتي اوف ذا ارش. لو اتقطعت بهذا الوضع هيديني فلاتنينج اوف ذا ارش. في حالات الكونجنتال ليجامنتس لاكسيتي زي الداون سندروم والمرفان واللي هي الداون سندروم ده كله ده بيديني البيس بلانس ديفورمتي ليه؟ زي ما احنا شايفين لو طبقناها على السبرينج ليجامنت قلنا السبرينج ليجامنت جاي هنا من الساكرام تولاي للنافيكولار سبورت الهيد والنك بتاع التيلس زي ما احنا شايفين. لو حصل ان في لاكسيتي في الليجامنت هنا وبقى اطول من اللازم هنلاقي ان الهيد اوف ذا تيلس بتنزل لتحت وبتعمل دروبنج للميديال لينجوتودنال ارش بهذا الوضع. برضو اذر ميديكال كونديشن بتاثر على الانتجريتي بتاع الارشز عن طريق المسل امبالانس زي حالات السيربرال بولسي والاسر جروبوزس والمسل ديستروفي والسباينا بيفيدا بياثروا على الانتجريتي بتاع الارشز عن طريق مسل امبالانس والليفر ارم ديسفانكشن زي في حالات السي بي وهنتكلم عليها في محاضرات السي بي بعد كده. برضه الانتجريتي بتاعت البون مهمه جدا. لو حصل اي مليون فراكشر او ديستراكشن للنافيكولار او الفيرست ميتاتارسال او الكالكينياس او الليس فرانك ليجامنت كومبلكس ده كله بيحصل فلاتنج للارش زي ما احنا شايفين او في حالات النيوروباثيك بروبلم زي سكندري دايبيتس في حالات الشارك فود بيحصل ديستراكشن وبيحصل ميد فود بريك بهذا الوضع وبيحصل فلاتنج اوف ذا ارش. وضع البون ككيستون زي ما اتكلمنا عليها بالتفصيل قبل كده لو حصل اي فيلير في الكيستون هنا ده ممكن يحصل انتجريتي بتاع النمله زي ما احنا شايفين ادي البريدج هنا نتيجه ان الكيستون دي اتحركت من مكانها كل اللي فيها اتهد وبالتالي ممكن البريدج ده كله يقع زي ما حصل هنا في فراكشر الهيد اوف ذا تيلس ان حصل فلاتنينج هنا للارش اوف ذا فوت ادي نورمالي ونتيجه كسر في النيك بتاع التيلس هنا هنلاقي الجزء ده كله وقع لقدام حصل فلاتنينج للارش. حالات الترسل كواليشن زي ما شايفين التيلوكالكينيس كواليشن او كالكينو نافيكولار كواليشن ده برضه بيديني ريجيد بيس بلانس وبالتالي بيديني بيقلل الارش بتاع الفوت. لما نيجي نتكلم في حاجه نقول تيك هوم مسج
ان احنا عندنا اكتر من فاريبل بتحافظ لي على الانتجريتي بتاعت الارشيز، واي واحده فيهم ممكن تكون هي السبب ان هي عامله لي مشكله الديس اوردرز اللي في الارش، ايذر ان هي عامله اوفر كونتراكتد مقلله مزوده للارش، او عامله اللاكسيتي او اتقطعت فبتعمل لي الفلات فيت. ممكن تكون الكوز في البون، يحصل ديستراكت فراكشرز او اي حاجه، او تشاركوت، او في الليجامنت، او في الابنيروزس، او في المسلز، او في التندون. يبقى لازم نبص لكل واحده بنفس الاهميه عشان نشوف الميكانيزم ازاي، عشان نقدر نعالجها ازاي. يبقى احنا دلوقتي عندنا تو فاريشنز من الارشز او ديس اوردر اوف ارش، اللي هي البيس كيفاس اللي هي الهاي ارشد، او البيس بلانس اللي هي اللو ارشد. اند فاينالي ثانك يو.